السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم مائدة من القليل كنحضروا الكثير. فيديو ديال اليوم بعشرين درهم ديال الكفتة أو اللحم المفروم، غنحضروا طاجين دايزو الكلام. نبدأ على بركة الله. بسم الله. في آنية ديال الطاجين وممكن ديروا طنجرة ديال الضغط، درت واحد الخليط ديال زيت الزيتون وزيت المائدة، تقريبا ربع كأس شاي. بعد ذلك ضفت بصلة مقطعة قطع صغيرة، كذلك غادي نضيف جوج تل ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم على حسب الحجم ديالها، وممكن تعوضوا الثوم طري بالثوم بودرة. صافي، غنخلي البصلة ديالي والثومة تتشحر ليا. بعد ما تشحرت ليا البصلة ديالي وبطات، كنضيف صلصة ديال الطماطم. هنا انا ضفت جوج حبات ديال الطماطم متوسطة الحجم، الا كانت كبيرة كتكتافيو غير بوحدة. غادي نضيف كذلك ملعقة غير مملوءة من مركز الطماطم او مطيشة ديال الحك او الطماطم المصبرة. غادي نضيف كذلك نصف كأس من الماء باش كتحلل ليا هذيك الطماطم ديالي. وفي هذه الاثناء غادي نضيف التوابل او التتبيلة ديالي. غادي ندير القليل من الملح، القليل من الكركم او الخرقوم، ملعقة غير مملوءة من سكينجبير، ملعقة من الكمون، ملعقة من الفلفل الاحمر او البابريكا، والقليل من الفلفل الاسود او الابزار. وغادي نضيف واحد الورقة ديال سيدنا موسى، كتعطي واحد الطعم رائع في الصلصات، خصوصا الصلصة ديال الطماطم. غادي نقفل على الطاجين ديالي حتى كتشرب ليا ديك الصلصة هذيك العطرية او التتبيلة جيدا. في هذه الاثناء غادي نحضر الكفته ديالي. بعد ما تشربت ليا الصلصه ديالي هذه التتبيله، ها هي صبحت جاهزه. غادي نضيف الكفته ديالي بعد ما عملتها دوائر متوسطه، لكم الاختيار، اللي بغى يديرها كبيره يديرها كبيره. غادي نقفل على الطاجين ديالي حتى كتشرب ليا هذيك الكفته العطريه مزيان وكتصبح جاهزه. هنا كتكون الكفته ديالي طابت وتشربت ليا هذيك التتبيله والصلصه ديال الطماطم. غادي نضيف القليل من القزبر او البقدونس، قليل من القزبر او البقدونس، كنضيفهم حتى الاخير باش كيبقاو محافظين ليا على الطعم ديالهم. والطاجين ديالي ها هو صبح جاهز. اخر شيء غادي نحضر هي البطاطس في الفرن، كتجي رائعه. غادي نقدمها او نرافقها مع الطاجين ديالي. انا كنت خديت البطاطس ديالي وسلقتها في الماء الساخن مدة 10 دقائق كافية مع القليل من الملح. بعد ذلك قطعتها على شكل اصابع. غادي نضيف لها القليل من الملح، شوية ديال الفلفل الاسود او الابزار، القليل من الفلفل الاحمر، القليل من الثوم بودر، ولا توفر لكم تا البصل بودر ضيفوه. وهنا غادي هذا سميتو نسمها بالقليل من الزعتر، يعني اي اعشاب منسمه غادي ديروها ليها. وغادي نضيف القليل من زيت الزيتون، وغادي نديرها وغادي ندير هنايا ملعقه من الدقيق الابيض وملعقتان من الدقيق الاصفر او فينو. هنا ما توفرش عندي لا شابلوغ، الا كان لا شابلوغ كتجي مقرمشه اكثر. كناخذ هذه المكونات مع بعضها، كنخلطها مزيان حتى كتدخل في البطاطس، وغادي ندير ان نديرها في صينيه ديال الفرن وغندخلها تحت.